مشاهدينا الكرام، السلام عليكم إلى النشرة الاقتصادية من قناة الشروق. نبدأ بالعناوين. حكومة نهر النيل تتعهد بتمويل مشروعات الخريجين لاستيعاب 15,000 خريج. ديوان الزكاة بالنيل الأبيض يملك وسائل إنتاج للفقراء بنحو 70 مليون جنيه. بنك التنمية الإفريقي يخصص 43 مليون دولار لمشروعات حدة الفقر بشمال كردفان. جددت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بنهر النيل التزامها بزراعة أكثر من 700 ألف فدان خلال العروة الشتوية. وقال الوزير والمكلف عوض الشيخ الهجة خلال جلسة مجلس الوزراء إن وزارته تستهدف زراعة 70 ألف فدان بمحصول القمح كمحصول استراتيجي، مؤكدا اكتمال الاستعدادات لزراعة المشاريع الحكومية المروية والاستثمارية والخصوصية. وأوضح أن حكومة الولاية وفرت أكثر من 100 مليون جنيه لعمليات التأهيل المدني والميكانيكي بما فيها مشروعات الخيار المحلي. حكومة الولاية في هذا العام أو في هذا الموسم كان موسم متفرد، لم يسبق موسم، لأن موسم زي الاهتمام النالو الموسم الشتوي في هذا العام، حيث دفعت الولاية أكثر من 100 ألف جنيه سوداني، يعني 100 مليار، أكثر من 100 مليار مبالغ ضخت لصيانة وتأهيل الترع والوابرات في مشاريع الكبرى. ونحن نستهدف في هذا العام حوالي 760 ألف فدان من المحاصيل الشتوية المختلفة. تعهدت حكومة نهر النيل بتوفير تمويل لزيادة مشروعات تشغيل الخريجين لاستيعاب نحو 15 ألف خريج بالولاية. وقال والي نهر النيل خلال افتتاح مشروعات تشغيل الخريجين إن مراكز الخدمات الصحية والفندقية والسياحية تهدف للحد من البطالة وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المجتمع. ضمن اهتماماتها المتعاظمة التي توليها لقضية تشغيل الشباب باستيعاب أفكارهم وتسخير طاقاتهم الخلاقة تحت مظلة الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بنهر النيل، دشنت حكومة الولاية بتمويل ولائي خالص عددا من مشروعات تشغيل الشباب في المجالين الصحي والسياحي. ما يلينا في الصحة هذا المركز الضخم الذي سوف يقدم خدمة العلاج الطبيعي لإنسان الولاية، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يكون إضافة حقيقية للعمل في المجال الصحي. هذا البرنامج كان في إطار برنامج تشغيل الخريجين. هذا البرنامج الرائد الذي قام بعمل كبير في هذه الفترة الوجيزة. مشروع مركز كير وفير للعلاج الطبيعي وتأهيل المصابين الذي نفذ وفق رؤية علمية وبرعاية صحية فائقة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، استوعب العديد من الكوادر الشبابية ذات التخصصات وثيقة الصلة بالمجال الصحي والطبي. فكرة مختلفة عن العلاج الطبيعي وعن التأهيل، لفكرة العلاج الطبيعي وبأجهزة متكاملة حقيقة. في باقي حاجات نحن طالبينها حتجي مننا، لكن متوفر أغلب الأجهزة حتى الليزر سيرابي والموجات القصيره شورت ويف الاستيموليتر، ان شاء الله في جهاز جايين من الهند برضو جهاز الشوك ويف، وان شاء الله نحن حنقدم فكره ثانيه للعلاج الطبيعي ودوره في المجتمع وفي كل وفي تأهيل المرضى والمصابين. ما يميز مشروعات وبرامج تشغيل الشباب المنفذة بالولاية أنها استجابت لمبادرات وأفكار شبابية في مجالات غير نمطية، هذا فضلا عن أنها وفرت خدمات متطورة بدراسات جدوى اقتصادية ناجحة. كل هذا العمل يأتي في إطار الاهتمام المتعاظم الذي ظلت حكومة ولاية نهر النيل تبذله في إطار تشغيل أكبر عدد من الشباب والخريجين. أيضا افتتحنا مشروع آخر هو مشروع السياحة والخدمات الفندقية، مشروع به عدد من الشباب عندهم إمكانيات يعني ضخمة جدا، وبدوا الآن في تنفيذ يعني رحلات علمية ورحلات سياحية وتجهيز مواقع المناسبات. حيلتفوا عدد كبير جدا من الشباب حول هذين المركزين ويرفض المجتمع بحصيلة بتاعت عائدات ممتازة جدا. وبالنظر للمشروعات والبرامج التي نفذها الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بنهر النيل، يلاحظ مدى الاختراق الإيجابي الذي حققته في قضية محاربة البطالة والحد من تداعيات الفقر والضائقة الاقتصادية والاجتماعية.
عصام الحكيم الشروق، ولاية نهر النيل. أكدت حكومة شمال كردفان دعمها لبرامج بنك التنمية الإفريقية التي تهدف لتعزيز مشروعات التنمية المستدامة بالولاية. وقال الوالي المكلف الصادق عبد الله خلال لقائه وفد بنك التنمية الإفريقي إن الوفد اطلع على برامج وأنشطة البنك بشمال كردفان، وثمن الوالي مشروعات البنك التي تتماشى مع أهداف الحكومة وتلامس احتياجات المواطنين الأساسية في قطاع الصحة والتعليم. ومن جانبه كشف رئيس الوفد عن منحة تقدر بحوالي 43 مليون دولار لتنفيذ مشروعات صحية وتخفيف حدة الفقر بشمال كردفان. هذه زيارة من البنك متابعة أنشطة المشروع ومتابعة الأهداف والأنشطة المخططة، وهذه المهمة تتأكد من مدى تحقيق هذه الأهداف ومدى تنفيذ هذه الأنشطة بالنسبة لولاية شمال كردفان. So that the implementers of the project. ولاية شمال كردفان تعتبر المنفذ الرئيسي للمشروع، لأن المشروع البنك ما منفذ، البنك هو ممول، وبالتالي تعتبر العلاقة مع حكومة ولاية شمال كردفان هي منفذة للمشروع وهي المتابعة لأنشطة المشروع. أوقف مزارعو مشروع الجزيرة والمناجل بيع القطن احتجاجا على خفض أسعار الشركات والمستثمرين، وقالوا في تصريحات صحفية إن أسعار القطن ارتفعت نحو 6000 جنيه تماشيا مع ارتفاع سعر الدولار. ولفتوا إلى أن الأسعار كانت دون طموح المنتج، لأن متوسط سعر القنطار في دول الجوار 163 دولار، ما يعادل 13,900 جنيه. وقالوا إن المنتجين توقعوا أن تصل الأسعار إلى 8000 جنيه للقنطار. امتدح عدد من المواطنين سرعة الإنجاز التي صاحبت تدشين قطار الخرطوم المحلي، وعدد ركاب مزايا القطار وإسهامه المتوقع في حل أزمة المواصلات بولاية الخرطوم وتقليل الازدحام المروري بالطرق الداخلية. أطلق ديوان الزكاة بالنيل الأبيض نفرة المشروعات الكبرى لتمليك وسائل إنتاج للفقراء والمساكين بتكلفة مالية تقدر بنحو 70 مليون جنيه. وقال أمين الزكاة بالولاية إن نفرة الزكاة تسهم في دعم الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، هذا بجانب دعم الصحة والتعليم وكفالة الطالب الجامعي. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، بهذا الشعار كان ديوان الزكاة بولاية النيل الأبيض يحتفي بنفرة مشروعاته الكبرى بتكلفة تقدر بسبعين ألف جنيه ومقدمة كدعم للفقراء والمساكين بمناطق الولاية المختلفة، وتوزعت بين مبردات ومطاحن صغيرة وورشات للحدادة والنيارة بجانب وسائل نقل ودعم للمتأثرين بالسيول والأمطار في 24 قرية بمحلية مرمتة. قد تسهم هذه المشروعات في تخفيف المعاناة عن كاهل هؤلاء. هذه النفرة التي تم تدشينها لثلاثة برامج أساسية، البرنامج الأول هو برنامج المشروعات الفردية ونستهدف فيه 1000 أسرة بألف مشروع فردي إن شاء الله بتكلفة إجمالية تفوق 57 مليون جنيه. أيضا هنالك البرنامج الثالث والثاني هو برنامج التواصل والتراحم لأهلنا في محلية مريمتة. وتأتي هذه المشروعات الإنتاجية فردية وجماعية انطلاقا من دور ديوان الزكاة تجاه الشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات، حيث درج على تنفيذ برامج راتبة تتعلق بدعم الخلاوة والمرافق الصحية والتعليمية وكفالة الطالب الجامعي، بجانب انتهائه من موازنته للعام المقبل بواقع 12 مليار جنيه، إلى جانب تعظيم شعيرة الزكاة جباية وصرفا. والآن ديوان الزكاة الحمد لله أصبح أنموذج على مستوى العالم الإسلامي، وأصبحت التجربة تحتذى الحمد لله. الأمانة العامة الآن ترتب في الإعداد لموازنة 2020، والتي وضع لها تقريبا ما يغالب 12 مليار جنيه سوداني. وتأتي نفرة المشروعات الكبرى في وقت ثمنت فيه السلطات المختصة دور الزكاة في إنجاز مشروعات اقتصادية للمستحقين بهدف تمليكهم وسائل إنتاجية تعينهم على كسب عيشهم، في ظل دعوات بأن تشكل لجان الزكاة القاعدية ركيزة أساسية في إعانة الديوان بالوصول إلى المستحقين
في مناطق الولاية المختلفة إحصاء ورصدا. هذه النفرة بهذه الكمية الكبيرة من المعرض اللي احنا شايفينه قدامنا ده، نقول انه شملت المواطن من اضعف مسكين او فقير، يعني الذي لا يملك قوت يومه، هذه الغافلة شملته. وحتى يعني اكبر متعفف، نقول اكبر متعفف الان ويجد حظه في هذه النفرة. والحمد لله رب العالمين أن ربنا وفق ديوان الزكاة بأنه ما يقدم سمكة إنما يقدم سنارة، فهذا الجهد بإذن الله تعالى وأنه هو حيكون غيمة مضافة لنا نحن في ميزانية الولاية. من وسائل الإنتاج إلى قوافل التراحم والتواصل، قد تسهم هذه المشروعات في تخفيف المعاناة عن كاهل آلاف الأسر وإخراجهم من ضيق الفقر إلى سعة الإنتاج. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، كوستي. اتفقت وزارة الثروة الحيوانية واتحاد غرف منتجي الدواجن على اتخاذ جملة ترتيبات من أجل تطوير القطاع لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدير. وأعلن وزير الثروة الحيوانية علم الدين عبد الله استعداد الحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير القطاع والنهوض بالإنتاج. وأشار الوزير إلى توفر البنيات التحتية التي ستسهم في زيادة الإنتاج الحيواني، كما بحث الاجتماع والقضايا التي تواجه قطاع الدواجن بالسودان. وقف والي الجزيرة أحمد الحنان على المساحات الزراعية لهذا الموسم بمنطقتي رفاعة وتنبول التابعتين لمحلية شرق الجزيرة، وذلك للاطلاع على بدايات حصاد الزراعة المطرية بالمنطقة لمحاصيل الذرة والسمسم حب البطيخ، إضافة إلى المحاصيل النقدية الجديدة التي يمكن زراعتها خلال الموسم القادم والمتمثلة في زهرة الشمس، وذلك من خلال البذور المحسنة والتقنية الحديثة. وأكد الوالي أن إنشاء السدود نتج عنه زيادة في المساحات بسهل البطانة، ووعد الوالي بمعالجة المشاكل التي تواجه المزارعين. قال والي جنوب دارفور هاشم خالد إن نجاح الموسم الزراعي بالولاية سيكون له دافع كبير في معالجة مشاكل الاقتصاد القومي من خلال الإنتاج الوفير الذي تحقق للمزارعين من مختلف الحبوب الزراعية، خاصة محصول الفول السوداني. وأوضح محمود في احتفال الولاية بعيد الحصاد الذي أقيم في محلية السلام أن تقدما كبيرا تحقق من الخطط الزراعية التي وضعت، بحيث تجاوزت المساحات المزروعة 9 ملايين فدان، وذلك بفضل الترتيب الجيد لوزارة الإنتاج مبكرا، معلنا عن قيام ورشة لتقييم الموسم الزراعي للوقوف على الإيجابيات ومعالجة السلبيات. تواصلوا معكم في النشرة الاقتصادية وفيها عقب الفاصل. مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق مرتفعا في تداولات اليوم. أهلا بكم من جديد إلى جولة في أسواق المال والأعمال عقب الفاصل. أغلق مؤشر الخرطوم اليوم مرتفعا عند 15841.802 نقطة، ومقارنة مع تداولات يوم الأربعاء فقد شهد التداول ارتفع التداول إلى 97.321، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة إلى 225.306 ورقة، وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 299 صفقة. تراجعت أسعار النفط بعد تأجيل اتفاق بين الولايات المتحدة والصين، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 62.18 دولار للبرميل، بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت بأقل من المتوقع 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 من نوفمبر الحالي. تراجع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى 108.54 ين، بينما هبط الدولار مقابل الجنيه الإسترليني إلى 1.2934، ويطرأ على الدولار أو لم يتغير
ولم يطلع على الدولار تغيير يذكر مقابل اليورو، ووقف عند 1.1777 وهبط اليوان الصيني في التعاملات بالسوق المحلية إلى 7.450 دولار. استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، إذ بلغ سعر الأوقية 1471.2 دولار، وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتستقر عند 1471.20 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم إلى 1768.10 دولار للأوقية، وهبط البلاتين إلى 915.9 دولار. ويتلقى المعدن الأصفر دعما باعتباره من وصول الملاذ الآمن في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية. ختام هذه النشرة نذكر بالعناوين: حكومة نهر النيل تتعهد بتمويل مشروعات الخريجين لاستيعاب 15,000 خريج. ديوان الزكاة بالنيل الأبيض يملك وسائل إنتاج للفقراء بنحو 70 مليون جنيه. بنك التنمية الإفريقي يخصص 43 مليون دولار لمشروعات حدة الفقر بشمال كردفان. انتهت هذه النشرة الاقتصادية. للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الشروق.net. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، إلى اللقاء.